السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدين صفحة مبرمجين وصفحة سومر ومتابعين قناتي على اليوتيوب سومر كودينج. إذا ما مشترك بالقناة اشترك بقناتي وفعل زر الإشعارات يوصلك كل جديد أقدمه. اليوم كورس فيديو واحد نشرح به عن ال HTML، نكمله للأخير. راح نعتمد على موقع W3 School من البيسك ونبلش نشرح كل شيء موجود داخل هذا، اللينكات الموجودة. تمام، نترجم ونتعلم وحدة وحدة، خطوة خطوة. بالبداية عندنا اكزامبل بسيط، احنا كل شيء عندنا موجود اكو تيست اله. يعني شنو؟ يعني هسه هذا الموقع من تدخل عليه راح تلقى اكزامبل الكل شيء اي سي ليرنج. يعني مثلا هسه حاليا دا يقول لك with our try it user safe، يعني شنو؟ تجرب بنفسك. يعني انت اول شغله راح تسويها اي شيء كود تشوفه تجربه، سوي تراي اضغط عليها راح يظهر لك بهذا الشكل. اذا شنو الظهر حاليا؟ حاليا الظهر لك هو مثل ما تلاحظ this is heading this is paragraph. اوكي، فاذا تلاحظ انه هنا عندنا هذا الشيء ثابت اللي هي الكريات الاساسيه لل HTML. ال HTML شباب هي لغه تنصيص، اذا تبي تتعرف يعني تحب تتعرف عليها اطلع عنها واقرا عنها. بالبدايه هي لغه تنصيص وليست لغه برمجه. تختلف لغه البرمجه، يعني تكتب كود بلغه البرمجه، هنا بس مجرد تسوي تنصيصات. يعني اكو element واكو امور تاكات تكتبها، مجرد ما تكتبها راح يطلع لك شنو عندنا، يطلع لك عندك هنا الطباعه مالتها على صفحه الويب. فاني يعني من باب انه يعني للتعليم ومن باب الاطلاع، اذا تكتب بالجوجل مجرد ما تكتب الفرق بين التاك والإيلمنت، مثلا الفرق بين الاطلاع على بعض الإيلمنت المهمة في الHTML، راح تطلع انه اهم الإيلمنت، اهم إيلمنت مثلا تكتب اهم إيلمنت في الHTML. هيك مجرد تكتب اي شيء، انا بصراحة لا مطلع عليه ولا، ولكن اذا تلاحظ يطلع لك الجواب مجموعة عناصر HTML المعتمدة مع الوصف. عناصر ال HTML، عناصر لغة ال HTML، هواي عندك مواقع الكترونية كاتبة عن هذا الموضوع. هايبر تكست مارك، اذا تلاحظ هنا احنا نشوف انه فد لينك ندخل عليه ونقرأ. خلينا ندخل على هذا اللينك، لاحظ راح يحكي لك عن عناصر ال HTML. هنا العنصر، هنا نبذة عنه، راح تقرأ عنه تستفاد. مثلا هنا العنصر سكريبت وكذلك كثير من العناصر. اوكي، هاي مجرد المعلومات العامة تستفاد منها، لازم تقرأ أكثر حتى تتعلم أكثر. بصراحة التعليم لازم تقرأ أكثر، يعني مو مجرد فقط تتعلم من هذا الفيديو هسه الموجود عندي. أنا هسه ممكن أشرح لك عن ال H1، لو شرحت لك عن ال H1 هواية ما راح تفتهم بقدر ما انت تقرأ حتى تعرف شنو ال H1. انا صح راح اشرح لك، بس انت من تبحث عنه راح يترسخ بدماغك. خلينا نشرح عن بعض الامور الموجودة في هذه الاسطر. اذا تلاحظ بداية ال HTML هذا الاليمنت، صح حكينا عن العنصر، الغلق ماله صار بالاخير. يعني شلون؟ يعني انت ببداية تكتب الكود مالتك، اول بداية الكود خلنا نمسح هذه، هيكون بهذا الشكل، تفتح ال HTML تغلق ال HTML. اوكي، ثاني شغلة ايش راح تصير؟ نحذف البادي ونشوف، هاي كلها محذوفة. هسه حاليا مفتوح الهيد، اذا تلاحظ انه هو مفتوح الهيد صحيح. هنقرب ونشوفكم بصورة اكثر دقة. تلاحظ انه الهيد هنا مفتوح، بس هنا شنو ايش عندي؟ عندي طلع باللون الاحمر، معناته خطأ. تلاحظ اذا اريد الغي هذا الخطا لازم اغلق شنو؟ اغلق الهيد. شباب تغلق الهيد بهذا الشكل،
تسوي اغلاق. اذا تلاحظ ان الانشال ادي باللون الاحمر. استواني شباب حتى ارجع لكم.